تعاتي ليك يا ساره ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان معي نجم من نجوم النادي الاهلي الوافد الجديد طبعا طاهر محمد طاهر نجم فريق النادي الاهلي القادم باذن الله بقول لك اهلا بيك على قناه النادي الاهلي وتحيات ساره ليك وكل مشاهدينا حبيبي طبعا برحب على كل الناس اللي بتتفرج ومبسوط جدا ان انا النهارده اكون متواجد في التتش اول يوم ليا ويعني احساس مختلف يعني ان انت تكون جاي داخل على اكبر نادي في افريقيا يعني احساس مختلف حسيت بالمسؤوليه اول ما دخلت النادي فسعيد سعيد جدا ان انا موجود النهارده قول بقى طمنا عليك الاول الحمد لله يعني انا كنت متواجد في معسكر المنتخب الاول معسكر ماتش توجو وحصل ان انا جالي اصابه في التمرين طبعا انت عارف يعني الموسم كان مضغوط وكده ف بالظبط ف جالي اصابه في الاماميه بس الحمد لله يعني خلاص بكره ان شاء الله اعرف الـ يعني السنور هيطلع ايه وان شاء الله يعني ابدا مشاركتي مع التمارين مع اللعيبه ان شاء الله من خلال نفس الاسبوع ان شاء الله الله كمان كام يوم يعني يوم الاثنين اجازه النادي الاهلي باذن الله يوم... يعني يوم الثلاث ممكن تكون موجود باذن الله في التمرين بالظبط بالظبط احساسك ايه بقى وانت من خلفك لاعبي النادي الاهلي بيتمرنوا في ملعب العريقه ملعب آه طبعا تتش. يعني انا زي ما قلت لك اول ما دخلت النادي حتى من على البوابه احساس كده مختلف انت في اكبر نادي في افريقيا مع احسن لعيبه مع احسن جهاز فني ف في احساس كده اللي الواحد حاسه اكيد طبعا يعني ما كنتش متوقع ان انا يعني ممكن اكون دايما بعدي من جنب صور النادي بشوف النادي في صور لعيبه بتحطها او حاجه بس ان انا ابقى جوه الحدث نفسه ف اكيد طبعا يعني حاجه كبيره جدا يعني دخلت اوضه اللبس ال اوضه لبس النادي الاهلي يعني عالميه وحديثه جدا يعني وفيها امكانيات كبيره جدا والجاكوزي والجهاز الثلج حاجات كثيره جدا يعني احساسي لما دخلت اوضه اللبس بقى وشفت الحاجات دي جوه لا طبعا يعني النادي الاهلي نادي كبير والحاجات دي يعني اكيد لازم تكون متوفره عند النادي الاهلي الاوض زي ما انت قلت كلها حديثه ودي حاجه يعني المفروض كل الانديه الكبيره تبقى هي النظام يكون هو كده يعني زي ما هو موجود في النادي الاهلي وبرضو في الناحية الطبية في كل حاجة متوفرة من ناحية الريكفري وكده فلا يعني نادي فيه كل حاجة يعني تساعد على أن الواحد يبقى بيأدي بشكل كويس ومحافظ على نفسه ويأدي يعني بشكل كويس يعني تتكلم معك كابتن سعيد مستر موسيماني ولا لسه؟ آه بس كان حديث مش مش طويل يعني كانت كلها جلسات تعارف كانت أول مرة أقعد مع كابتن سيد يعني عن قرب, عن قرب يعني. ونفس القصة برضو مع كابتن موسيماني وكانت جلسة تعارف يعني مش أكتر يعني موسيماني ما قالكش اتفرجت عليك وشفتك وما قالكش حاجة فنية خالص؟ لا لا لسه الحاجات الفنية لسه ما اتكلمش معايا فيها بس الراجل بيتفرج على كل كبيرة وصغيرة يعني بالتأكيد اتفرج عليك هو ومساعديه كمان يعني. لا أكيد طبعا يعني أنا حتى كان هو أول ماتش ليه كان لما جه مسك كان ضد ماتش المقاولين فاكيد برضو عنده كان خلفيه مثلا لو الماتش ده كان قادر انه يشوف شويه اللقطات يعني لايف بس بالظبط بس غير كده اكيد الماتشات الثانيه برضو هو بقى اكيد ممكن يكون اتفرج عليها بس رقم كام 27 ان شاء الله باذن الله يكون فتحت خير عليك باذن الله ان شاء الله الاهلي مقبل على مباراه تاريخيه نهائي القرن نهائي الافريقي والنجمة التاسعة تخيل بقى يعني تخيلوا مع بعض ويا رب باذن الله يكون تخيلوا صاحب باذن الله بننزل التمرين يوم الثلاثاء باذن الله والنادي الاهلي بيفوز يوم 27 بالنجمه التاسعه سكي باذن الله وشاف المباراه ازاي ما هو ده النادي الاهلي يعني انت بتبقى دايما بتنافس على بطولات أنا زي ما انت قلت انا داخل وفي نهائي افريقيا فطبعا طبعا هتبقى حاجه كويسه جدا ليا وحاجه هتبسطني جدا ان انا اول ما اكون حتى لو مش هتتحسب لي بس ان انا اكون متواجد والنادي الاهلي بيتواجد بالبطوله الافريقيه دي حاجه هتكون بسطاني وسعداني جدا وان شاء الله يعني انا لما يبقى دور ان شاء الله في افريقيا مع النادي ان شاء الله برضو اكون اساهم في البطوله وتبقى بدل ما هي التاسعه تبقى العشره ان شاء الله. يعني قادر على فوز بالبطولة اكيد طبعا. عندك لسه امل تلحق بطولات الموسم دوت باذن الله الاهلي يتاهل الى نهائي كاس مصر وباذن الله تشارك بالقائمه الجديده ان شاء الله ما هو اول ليك باذن الله ان شاء الله ما هو ده اللي يعني كان الاتحاد الكوره قالوا ان اللعيبه الجديده ممكن تشارك في النهائي فطبعا لو لا نصيب وان شاء الله الاهلي يكون في النهائي تبقى يعني او بطوله ليا مع النادي تبقى حاجه يعني هتبقى حاجه مخلاني مبسوط جدا يعني احلامك مع الاهلي ليها طموح ولا كثيره لا لا كثيره كثيره و يعني مش عارف الصراحه يعني انا لسه في رهبه كده واصله لي بس انا متاكد ان شاء الله ان النادي الاهلي هيحقق كل حاجه وباللعيبه اللي جايه السنه دي كمان هتبقى اضافه وان شاء الله ان إحنا نحافظ على النادي الاهلي دايما يعني بالبطولات اللي بيكسبها واسعاد الجماهير يعني. اخيرا كلمه بقى لجمهور النادي الاهلي الجمهور العاشق اللي بيدعمك من اول يوم تعاقد فيه النادي الاهلي معاك وفي سبورت قوي جدا من جماهير النادي الاهلي وخصوصا على السوشيال ميديا. طاهر بيعامل معامله الخمس نجوم على السوشيال ميديا مظبوط الكلام ده كلمه اليوم انا طبعا انا مش يعني انا ماليش قوي في السوشيال ميديا بس انا الحاجات دي لما بتوصل لي يعني بت بتخليني مبسوط جدا انا لسه كمان ما بداتش لعب مع النادي الاهلي فان شاء الله يعني يبسطوا اكتر لما يشوفوني بلعب ويشوفوني ان شاء الله بجيب اجوان وبكسب الفرقه وانا بس يعني ان شاء الله عايز اقول لهم ان يوم 27 ان شاء الله تبقى يعني التاسعه ان شاء الله ونفرح كلنا يوم 27 ان شاء الله شكرا حبيبي شكرا ساره ده كان لقائنا مع نجم من نجوم النادي الاهلي وفي الوافد الجديد طبعا نادي الاهلي طاهر محمد طاهر بالتوفيق يا رب بيه ليه باذن الله يا رب باذن الله يكون فتحت خير عليه باذن الله وينزل التمرين يوم الثلاث ويكسر الدنيا بلغه الكوره باذن الله ويكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي عوده لك من جديد ساره اتفضلي